اهلا يا ابو جدعان، تفضل. حي الله بالعقيد ابو فهد. كيف حالك؟ اهلا وسهلا، شرف شرف. لا هسه مش وقت زيارات، بديش اتاخر على الكركون. جاي اسالك سؤال. تفضل. العقيد جابر متخبي عندك شيء؟ جابر، وليش عم تسال ابو جدعان؟ والله خيي ابو فهد، معنا امر لمسكه ونسلمه للداخل، لانه ضارب واحد بحاره الكوم، وعندنا بلاغ انه متخبي عندك. والله يا ابو جدعان ما بخبي عليك، جابر عندي، بس ما بسلمه ولسه ما زرعه. بس ابو فهد ما بصيرش هالحكي. لا بصير ابو جدعان بصير، لانه الزلمه بريء ومظلوم، هدينك الجماعه تبلوه تبلي، وانا بعرف القصه من اولها لاخرها. مثل ما بدك، تكرم عينك، انا لا سمعت ولا اقشعت خيي ابو فهد. تفضلت. بدنا خدمه خيي ابو فهد، يلا بخاطرك. شرف. لا لا خلينا نروح على الكراكون. بخاطرك بخاطرك. السلام ان شاء الله. شغلتها طويلة هي القصة. لك ايمتى بدهم يشغلوها؟ شغلوها والله لطفل، بدنا نشوفها. لك هلا هي ما بيشغلوها، ليقون المؤذن الله اكبر، يعني على العشاء على العشاء. هلا هي البنورة فيها فتيلة من ناحية. لك شو لو ما فيها فتيلة ما كان تشعل. لك شو فتيلة ما فتيلة، هي بتشتغل بالقدرة، لا في فتيلة ولا يحزنون. انا شفتها بالسرايا. ليش انت فتت على السرايا بالليل وشفت من نورة الكوران كيف تشعيل؟ ايه ايه شفتها بالسرايا. ايه لا تستغربوا ابو صفوان، شافها انا بعرف. مو راح هو وابنه هداك اليوم بزيارة عند الحكم دار على السرايا وبيته ليلة بضيافته ومعزز مكرر. ابو الفخر وش على الكوران؟ شايفين الحارة شلون منورة يا جماعة؟ صلوا على النبي يا جماعة. الله الله يذكرك بالخير يا أبو الضاه، كله بأفضال رب العالمين وأفضاله. وليك الله صارت قصة الحارة هذه لك عبد الرهاب، لك طلع من الحارة وما خلصنا منه. خلصنا صفوان، ضبل شعرك. خلصنا أبو لطفي، البنورة يلي فوق محلي مو شعلي. شو الحكي؟ ايه والله ما لا شعلي. خلاص مو مشكلة، بكرة بنبعث لهم خبر يجي يشوفوا شو بها. يلا يا جماعة صلاة العشاء، تفضلوا. ان شاء الله. لا يا شيخي لا، لا ابو دياب ولا جابر مثل ابو قاعود الله يرحمه، ما في مثله. والله يا مختار انا حاسس انه جابر بريء ومظلوم. والله يا شيخ رجب، لو انه بريء ومظلوم مثل ما عم تتفضل وتقول، كان ما راح تخبى ببيته قبل ما يعلق هو وعمران يضربوا هذيك الضربه. صحيح كلام سيدنا الخوري مظبوط، حتى صلاه العيد راح صلاها بحاله عياش، لانه ما له عين يطلع بعيون اهل حارته. إيه لك يا سيدي، الله يجرحها. امين امين. بعفو يا جماعه، اذا ربي دخيل اسمه اظهر الحق وطلع جابر بريء، بتكون هالمخلوقة جنت على أخوها. مو بس على أخوها وعلى نفسها كمان. إيه والله صحيح هذا الكلام.